وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من نواب مجلس الشيوخ أنه تم استيضاح سياسة الحكومة في تطوير الجهاز الإداري وتأهيل وتدريب الموظفين. خلال السنوات اللي فاتت يمكن نقول ان احنا عانينا من ايرث يعني ادى الى ترهل الجهاز الاداري وما عانيناه كمواطنين وكدوله مصريه من طموحاتنا في اعاده تاهيلهم وتمكينهم بشكل افضل علشان يحققوا الخدمه اللي تنال رضا المواطن. استطلعنا النهارده بعض الاجراءات اللي تم وضعها خلال السنوات الاخيره من 2016 حتى الان، اتكلمنا عن التحديات اللي موجوده والصعوبات اللي موجوده، اتكلمنا عن اليه انتقال العاصمه الاداريه، اتكلمنا كمان على رغبتنا و يعني نقدر نقول طموحاتنا في إعادة تأهيل الموظف الإداري للدولة علشان يقدر يؤدي الخدمة بالشكل الأمثل للمواطن لتحقيق رضاه، ويمكن ده من أهم الأهداف. اتكلمنا على محاور عدة من ضمنها الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي، اتكلمنا على آلية لتحديات زي إعادة تأهيل وتدريبهم بشكل الجيد. كنا بصدد مناقشات من أهم المناقشات اللي تمت في دور الانعقاد الحالي، وهي استيضاح سياسة الحكومة في دورها في تطور التحول الرقمي والتطوير الإداري، لأن هما الاثنين بيشتغلوا دايما على التوازي. احنا مش بنتكلم في جمهورية جديدة وفي إصلاح إداري الدولة والانتقال العاصمة الإدارية بدون ما نكون حاطين خطة واستراتيجية واضحة جدا للعاملين كلهم، سواء السادة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة أو لا. احنا بنتكلم في جهاز إداري من أهم الأجهزة الموجودة في الدولة، اللي هي ممكن تكون سلاح ذو حدين، هو ممكن يكون محفز وممكن يكون معوق. في الحالتين احنا بنواجه تحدي كبير جدا للجهاز الاداري، لان هو يعني ارث كبير جدا جدا من المشاكل. الحقيقه كانت الحكومه مستجيبه النهارده جدا لبعض استفسارات الساده الزملاء وطلب الزميل لاستضاح سياسه الحكومه. كان في تحدي كبير بخصوص التعيينات وبخصوص الانتدابات وبخصوص الانتقالات، تم مناقشه كافه هذه الملفات والمعوقات.